ما تخافوش على الأهلي لأنه قوة مصر الناعمة الرياضية الجميلة. الأهلي اللي دايماً مشرف بلاده، الأهلي اللي دايماً رافع راية وطنه، الأهلي اللي دايماً النموذج والقيمة والقدوة، الأهلي دايماً وأبداً عنوان مصر الجميل. النادي الأهلي نشوفه على ألسنة وفي وجدان المعلقين الأشقاء العرب قالوا إيه على الأهلي. يعني الكرة في العالم كله مكسب وخسارة، على النادي الأهلي مكسب بس. هو طريق نادي الأهلي معروف، طريق النادي الأهلي معروف، طريق الإنجاز والألقاب، أرقام كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي على المستوى المحلي. يا عم حتى ليفربول ما عملهاش في إنجلترا، حتى ليفربول ما عمل بالعلامة الكاملة وبمباريات أقل. الريال اليوم لو يفوز بالسوبر سيعادل الألقاب الدولية لبرشلونة 17، وسيقترب على بعد رقم من رقم ميلان وبوكا 18، والرقم القياسي العالمي هو للنادي الأهلي القاهري ب 19 بطولة دولية. فريق القرن نادي الأهلي المصري، واحد من أعظم أندية العالم لا على صعيد القارة الأفريقية وحسب. فريقان على مستوى العالم يتكبروا على آلامهم ويتكبروا على أحزانهم مهما غابوا وجافوا، ما يمر موسم إلا ويمر بمنصة التتويج، الريال والأهلي المصري. الأهلي يصنع التاريخ، يكتب الحدوتة، فريق يعني الآن يتجاوز أن يكون فريق كبير، تقول على فرق كبيرة، لا هذا فريق أسطوري، بالفعل هو من خانة الفرق الأسطورية بألقابه، بأمجاده، بإنجازاته، بامتيازاته، بدأتها بعنوان من يومه، من تاريخه، في ساعات الاختلاف، الأهلي يجمع المصريين، وفي ذات الساعات وفي يوم المحن، الأهلي يرسم بسمة ويرسم دمعة، دمعة فرح في عيون المصريين. مدا ينافس مدا، تاريخا ينافس تاريخا، بالمد بابق بالنسبة للأهلي المصري. نادي القرن الذي تعود على القاب. الأهلي يا لك من اسم، اسألوا أهل طرابلس من أين لك هذا، اسألوا أهل البرج الجزائري من أين لك هذا، اسألوا أهل جدة من أين لك هذا، اسألوا الأهل الأردني والأهل البحريني والأهل القطري والأهل الإماراتي، عفوا كلكم أهلي، ولكن أعذروني المسمى مصري، هم من بدأوا باسم الأهلي. بالنسبة لي شخصيا حقيقة يعني من الأشياء التي كنت أتمناها، من الأشياء التي كنت أتمناها كمعلق في عالم كرة القدم، أن يأتي الوقت المناسب لأن أكون حاضرا على مستوى بطولة دوري أبطال أفريقيا. الوقت جاء وجمع مين؟ جمع مين؟ ملك القارة الأول الأهلي، الفرعون العود النادي الأهلي. الله الله يا الأهلي الله، مش معقولين، مش معقولين بالمرة، ضد السباقتي، ضد سيوي سبورت، ضد وفاق السيف، مش ممكن، ما فناش فريق يلعب لآخر لحظة وكتب تاريخ وحول وجه الدور مثل النادي الأهلي، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. الشياطين الحمر يتشيطنوا في استاد شاكر ويخطفون التعادل. هو الأهلي بكبرياء، بعنوانه، بتاريخه، بأمجاده، بروح النادي الأهلي. احنا من 2010 كويس لعبنا ضد الأهلي 19 ماتش، بحناهم 3 مرات فضيحة، 19 ماتش بحناهم 3 مرات بستات الاهلي رابح التوانسه 18 مره. الانديه التونسيه كلنا فزنا باربع القاب، يعني الترجي 2 والافريقي 1 والنجم اعتقد 1، يعني 4 شامبيونز. انا نتكلم يعني على فريق وحيد فاز مثل اربع الفرق التونسيه. يعني كمل معاها. هل يحتاج الأهلي إلى رأيي يا سيدي؟ أهلي هو واحد من أساطير النوادي في العالم. هو ده الأهلي، وهي دي صورته، وهي دي قيمته، وهي دي شعبيته الأعلى الجارفة في كل الدول العربية وفي كل الدول الأفريقية.